ما زاد عن حده انقلب ضده. هذا ما يحدث أيضا عند تناول مسكنات الصداع النصفي بشكل مفرط. التحذير أطلقه أطباء أعصاب مؤكدين أن المتاعب ستزيد ويصبح الصداع أكثر شدة. ليس هذا فقط، بل إن مثل هذه الأدوية التي تحتوي على مواد أفيونية تعد مشكلة بشكل خاص لأنها ترفع خطر إدمانها من قبل المرضى. الجمعية الألمانية لطب الأعصاب توصلت لهذه النتيجة وشددت على ضرورة الالتزام بجرعات أدوية الصداع النصفي المحددة من قبل الطبيب. دراسة تقول أن الإفراط في تناول مسكنات وأدوية الصداع يجعل الصداع أكثر شدة، إلى أي مدى طبيا هذا دقيق؟ أكيد طبعاً الإفراط في استخدام المسكنات الألم يؤدي إلى قلة فاعليتها، فكلما قلت فاعلية الأدوية التي تستخدم لأي كان من الأمراض وموضوعنا اليوم الصداع، سيؤدي بالنتيجة إلى تفاقم المرض لأنها تصبح غير فاعلة، وتبقى الأدوية كلها في المحصلة النهائية هي مواد كيميائية تعمل بأسلوب معين. بس دكتور محمد، يعني معظم أدوية الصداع أو الأدوية اللي بتخفف من ألم صداع الرأس، هلا ما بدنا نحكي أسمائها لغرض الدعاية، لكن دائما بناخذ حبتين من هذا الدواء الفلاني. هل ممكن إنه إحنا نصير ناخذ مثلا حبة، ولا المسألة مش هيك بالتخفيف من هو الإفراط؟ إذا هو المصطلح العلمي drug overused headache أو drug induced headache، يعني الصداع الناتج عن الإفراط في استخدام المسكنات الألم. وعليه في هذه الحالة تصبح مسكنات الألم غير فاعلة. نوقفها لحين ما يعيد الجسد أو الجسم استعداد لاستقبال هذه المواد، ونبدأ مثل ما تفضلتي. يفضل نعطيها بالضرورة القصوى حبة أو حبتين مع بعض حسب نوع الاسم طبعا، اللي أنت ما تحبين تذكرين أسماء فما راح أذكر أسماء. طيب ما الحل دكتور في حال الشعور المتكرر بالصداع النصفي أو الصداع التوتري ونتجنب هذه الأدوية؟ الصداع ينقسم قسمين رئيسيين، صداع أولي اللي هم اللي أشرت لهم صداع الشقيقة والصداع التوتري، وذني يمثلون الغالبية العظمى من الصداع، والصداع الثانوي اللي ناتج عن أمراض معينة. هذا الصداع اللي هو التوتري والصداع الشقيقة في الغالب هو يصيب فئات العمرية الشابة، وفي الغالب يكون مع بعض، صح، كلاهما مع بعض. أنا حبيت اليوم أتكلم بشكل أوسع إذا تسمحون أنتم مثلا عن الموضوع هذا، عن موضوع الشقيقة الصداع النصفي، لأنه هو أكثر شيوعا في الفئات الشابة من سن 12 سنة إلى سن 60 سنة. ومعظم الفئات العمرية الآن مع العصر الحديث ومع الحداثة ومع بيكون عندهم استعداد وراثي للإصابة بهالموضوع؟ في جانب من الوراثة، ماكو جين محدد، لكن في استقبال أسري. يعني تقريبا أكثر من نصف المرضى اللي يعانون من الصداع النصفي الشقيقة تجد عندهم تاريخ أسري.